السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم في قناه وصفه افكار. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بالف صحه وعافيه. اليوم ان شاء الله نقدم لكم واحد الكيكه اللي جد سهله ولذيذه بزاف. كنديرها تقريبا انا من تكون عندي الليمون في الدار او الجزر كنصوبهم، كنديرهم على شكل مربى ولا كونفيتور، كنصوبهم كنديرهم في مجمد تيبقى لك مده طويله، وتندير به كيكات كتجي كيكه زوينه ومعلكه وكتجي هشيشه وزوينه بزاف. بالنسبه لهذا المربى نوريه لكم، عندي قريعه من تيكون لكم الليمون، دابا راه الليمون موجود والخيزو، تديرهم على شكل مربى وتحتفظوا به في الثلاجه. المهم هذا تقدر ديروه في العصير، تقدر ديروه في الكيكه، المهم بلا ما نشرو داك المربى من السوق. عندنا هنا جوج معالق كبار وتبقى مده طويله في المجمد، تقدر تخليها حتى للعام. دانون واحد، دانون ديال الياغورت عادي، قبصه ديال الملحه، كاس ديال السكر. بالنسبه للكيسان عبروا كاس، الكاس عادي تعبروا به جميع المكونات، كاس السكر، نص كاس ديال الماء، الماء ديال الروبيني عادي. هنايا كاس معمرش ديال الزيت، يعني الا ربع ديال الزيت. عندنا جوج خمارات، عندنا ثلاث البيضات، ثلاثه. بالنسبه للدقيق غادي نعبروه معكم، نص الكاس. وكذلك عندنا الخل، خل ابيض، عندنا واحد معلقه كبيره ديال الخل ما حطيتوش دابا الا تفكرتو. المهم دعوا على بركه الله، نخلطوا كلشي في غنديروا في الخلاط الكهربائي. ناخذ واحد الخلاط تنديروا البيض والسكر والزيت، نجمعوا كلشي. البيضة الثالثة، ديرو السكر، تقدرو تخلطوها بلا ذرة بلا طحانة بيديكم على حسب، إلا كان مكانش عندكم خلاط الزيت. ديرو قبصة ديال الملحة، طبعا نجمعو كلشي. دانون، تنديرو المربى ديال الخيزو والليمون، ديرو الماء، نخليو الدقيق والخميره هي الاخرى، نص كاس الماء. بالنسبه للمربى اللي درنا هذا الا بغيتو الطريقه ديالتو راه عندي في القناه، دايره من برتقال مع الجزر، كاين عندي في القناه الا بغيتو طريقه التحضير ديالو، سهل التحضير. ودابا غادي نخلط مزيان، كما شفتو دابا منين طحنتو منين خلطتو كيجي على هاد الشكل هذا. كطحنو مزيان حتى يولي فيه الكشكوشه، تخلط مزيان. ناخذ واحد الاناء فاش نخلطوه مع الدقيق، كما كتشوفوا يعني داك المربى راه ما تيبانش، تطحن مزيان وخا داك خيزو فيه يعني ما تيبانش. دابا غادي ناخذ الدقيق، ناخذ نفس الكاس، بالنسبه لهذا الكاس هذا ديال العنبه تيهز خمسه المعالق كبار ديال الدقيق، خمسه اللي فيه. ديروا الكاس الاول، الكاس الثاني، خلطوا هاد الخلاط هذا احسن من السباتول. دابا غنديرو خماره، بالنسبه غنزيد واحد الكاس ديال الدقيق، درت هنا جوج كيسان، غنزيد الثالث.
ندير غير شويه بشويه، لان الدقيق كلي كيشرب ندير غير نص كاس. نشوف دائما متكحوش دغيا. المرة الثانيه نزيد نص اخر، ثلاث كيسان ديال الدقيق. غادي ندير واحد معلقه كبيره ديال الخل، خلطو كما كتشوفوا. دابا راه خلطتها مزيان، صافي شفت هذا القوام. غنديرها في هذا المول، هذا درت في هذا الورق الزبده، لان عندي هذا المول شويه تيتحيد، هذا الطبيصه كيتحيد، داكشي علاش درت الورق لتحت درتها من الفوق باش ما يخرجش ليا من الجناب. درت هاد كاوكاو ايفيلي هذا نديرو فوق منه، نتوما على حسب الذوق ديالكم تقدروا ديروا هذا او ما ديروش، نتوما اللي عندكم في الدار. ولا ما كانش الورق الزبده دهنوه بالزيت وديروا دقيق، ماشي ضروري هاد الورق الزبده. نزلو الفوق باش يخرج الهواء. كتشوفو كتجي هاد الشكل هذا. غناخد هاد اللوز نرشو الفوق، ماشي اللوز عفوا الكاوكاو، صافي. دابا من غادي نكمل غادي ندخلها الفران، نشعلها غير من التحت تا كطيب. تشوفوها كتشموا ريحه الكيك يعني خارجه، يعني والجناب طايبين، صافي كتشعلوها من الفوق، يعني راه طابت من تحت والداخل. نتلاقاو من بعد من الطيب. دابا ندخلها الفران، الكيك ديالنا ها هو فين طاب، كيجي على هذا الشكل، كتجي محمره زوينه كما قلت لكم. يعني غير ما تجهدوش العافيه، خليوها يعني عافيه مهيله، كتشوف كلشي ساهله من كتحيد. باقا سخونه شويه، غنخليها حتى تبرد مزيان ونقسمها لكم باش تشوفوا الشكل ديالها من الداخل. تهزوها تهزوها ها، يعني الا كان هاد الورق، اذا ما كانش راه تديروا الموس هكذايا ولا شي سباتول باش تحيد من الجناب. تقوم بعد تبرد ونقسمها. انا غنديرها في الطبسيل، ما حدها غادي نديرها دابا في الطبسيل. شفتوا هذا المول هذا داير فيه تحت. ندهنها انا بالعسل، الا بغيتو تدهنوا بالناباش باش تعطي ديك اللمعان الفوق، انا غنديرها بالعسل. الناباش ما كنبغيش، افضل ديروا عسل ولا مربى. ودابا نقطع لكم تشوفوا الشكل ديالها من الداخل، راه كتجي خفيفه. هاهي كتجي من الداخل، كتجي زوينه بزاف تشوفوا.
اخواتي ان هذا الكيك تعجبكم، ما تنساوش ديروا لي لايك وتشتركوا في القناه كما كتشوفوا راه هي رطبه، ولا عجبتكم ديروا لي لايك تشتركوا في القناه. اذا كنت اول مره اختي كتشوفي هذه القناه تشتركي فيها وضغطي على زر الجرس باش يوصلك كل جديد. مع السلامه مع وصفه جديده ان شاء الله.